أخت سائلة بتقول إن خالتها لم تنجب أطفالا، وكانت خالتها كبيرة في السن، تركت مع هذه السائلة مبلغ من المال وقالت لها: لو توفاني الله فخذي هذا المبلغ مني وأنا أسامحك فيه، ولا تخبري أحدا به قط، ولو استحلفوك بالله فقولي أن لا يوجد معي أي شيء، ويعني لا تترك هذا المبلغ للورثة يعني. فالسؤال، الخالة، هذه الخالة الآن توفت والمال مع الأخت السائلة، فهل تفعل ما أوصت به هذه الخالة ولا ماذا تفعل؟ لا، الاخت جزاها الله خيرا، الخاله ان هي ارادت ان تكرمها، لكنها ارتكبت خطأ هنا الخاله في هذه الوصيه، لان اذا كانت البنت هذه لا ترث في خالتها، ليست من الوارثات شرعا، فيجوز لا تكون وصيه، والوصيه تكون في حدود الثلث، كما قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الا اذا اخبرت الورثه واجازوا لها ما فوق الثلث، وقالوا خلاص خذ المبلغ كله اذا في ورثه يعني. طيب اذا كانت وارثه لا يحل لنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث، الوارث لا وصيه له. فهنا المال ده لا يخرج عن هاتين الحالتين، اذا كان وصيه يبقى لها التلت بس، اذا كان وارثه فليس لها فيه شيء، ويترك للورثه يتصرفوا فيه بما شرع الله عز وجل.